مرحبا صديقي العزيز، سأخبركم اليوم عن توقعات شهر يونيو 2022 لمولود برج الجدي. هذا هو الرسم البياني للكواكب التي تتحرك أثناء العبور ويوضح المواضع الحالية للكواكب. لا يوجد كوكب في المنزل الأول، زحل يجلس في المنزل الثاني، كوكب المشتري والمريخ يجلسان في المنزل الثالث. سينتقل المريخ إلى منزلك الرابع في 27 من يونيو. فينوس وراح يجلسان في المنزل الرابع. سينتقل كوكب الزهرة إلى منزلك الخامس في 18 من يونيو. الشمس وعطارد يجلسان في المنزل الخامس. ستنتقل الشمس إلى منزلك السادس في 15 من يونيو. لا يوجد كوكب في البيت السابع والثامن والتاسع. كيتو يجلس في المنزل العاشر. لا يوجد كوكب في البيت الحادي عشر والثاني عشر. إذا كانت الكواكب في وضع جيد في مخطط ميلادك، فستحصل على نتائج جيدة لتحرك الكواكب في العبور. ولكن إذا كانت الكواكب في وضع سيء في مخطط ميلادك، فلن تحصل على النتائج الجيدة للكواكب العابرة. زحل هو صاعدك وهو رب البيت الثاني. زحل يجلس في منزلك الثاني. زحل له ثلاثة جوانب، الثالث والسابع والعاشر. جاء زحل إلى المنزل الثاني لمدة شهرين، ثم سيعود إلى صعودك. خلال هذين الشهرين، ستكون مشاكلك أقل قليلاً. سوف تحصل على راحة البال. أولئك الذين كانوا ويعارضونهم سيتم إسكاتهم الأمن. أنت تتحدث بلطف، لكن الشخص الذي أمامك سوف يسيء فهمك. يجب عليك أيضاً التحكم في خطابك. تذكر من ساعدك في الأوقات العصيبة، ساعده أيضاً. إذا كانت هناك خلافات غير ضرورية في المنزل، فعليك أن تقرأ هانومان تشاليسا. سوف تحصل على بعض الراحة من ذلك. عطارد هو رب منزلك السادس والتاسع وعطارد جالس في منزلك الخامس. الزئبق له جانب واحد وهو الجانب السابع. إذا كان كوكب المشتري في وضع جيد في برجك، فيجب عليك خلال هذا الوقت استثمار الأموال في سوق الأسهم والحصول على الفوائد، لأنه عندما يأتي عطارد في المنزل الخامس، يكون هناك فائدة في اليانصيب والمضاربة والمقامرة. إنه وقت جيد للغاية لوسائل الإعلام والقنوات الإخبارية. سوف يدعمك الحظ أيضاً. الشمس هي رب بيتك الثامن. الشمس تجلس في منزلك الخامس مع عطارد. عندما تكون الشمس وعطارد معاً، سيشكل بوذا أديتيا يوغا. هذا هو الوقت المناسب جداً للطلاب. يجب على المرأة الحامل أن تعتني بصحتها. سيزداد القلق المتعلق بطفلك. سيواجه العشاق بعض المشاكل. لن يثق شركاء الحب في بعضهم البعض بسبب الاختلافات. الزهرة هي رب بيتك الخامس والعاشر. كوكب الزهرة جالس في منزلك الرابع. يمكنك شراء سيارة جديدة. سيزداد شرفك واحترامك. سوف تتدهور صحة زوجتك. قد تتدهور صحة والدتك أيضاً. ستبقى بعيداً عن المنزل والعائلة. يمكن أن تحدث الخلافات غير الضرورية في المنزل. يمكن أن تكون هناك فوائد من الحكومة. يمكن للأشخاص المرتبطين بالسياسة تحقيق النجاح. المريخ هو رب منزلك الرابع والحادي عشر. المريخ يجلس في منزلك الثالث. المريخ له ثلاثة جوانب، الرؤية الرابعة والخامسة والثامنة. يمكن أن يحدث تغيير كبير في حياتك. سوف يزيد مجهودك. الوقت المناسب للعمل والعمل. يجلس المريخ والمشتري معا في منزل كوكب المشتري بسبب زيادة خوف من وجهة نظره الخامسة، حيث سيختفي المرض والملل وأي شخص آخر سوف تتعطل أموالك. راهو وكيتو بعد عام ونصف، سيغير راهو برجه في المنزل الرابع وسيأتي كيتو في منزلك العاشر. لا يجب عليك شراء سيارة جديدة أو منزل جديد لأن راهو في المنزل الرابع. قد تكون هناك خلافات في المنزل. قد تتدهور العلاقة مع الأم. يمكن للأشخاص المرتبطين بالسياسة تحقيق النجاح. إن وجود كيتو في المنزل العاشر سيعزز حياتك المهنية. ستكون هناك نفقات غير ضرورية.
يمكن أن تحدث إصابات وحوادث طفيفة. يجب على موظف الحكومة توخي الحذر. لا تفعل أي شيء خاطئ، وإلا فسوف تتعثر. اعتنا بصحتك. يجب عليك أن تقرأ هانومان، شاليسا وفيشنو ساهسرين ما لتقليل الأخطاء. لذلك كان هذا هو توقع يونيو 2022 لصعود الجدي.